هكذا شواطنا مستمر في هذا الصباح ضمن شارة سمو الشيخ طهنون بن محمد بن خليفة آل نهيان الممثل الحاكم في المنطقة الشرقية حفظه الله ورعاه، الذي يقدم ويطلق هذه الشارة في أول أيامها، هذه الشارة الصيفية التي تعم على جميع ميادين الدولة. ينطلق شوطنا 19 الذي خصص بالنسبة للإبكار. نتابع المقدمة والصدارة الأولى، هذه هي مناورة لعبد الله بن محمد بن يابر الحربي اللي على الصدارة وعلى المركز الأول، بينما الغدوم والانطلاق من الطامح الويهي بن العبد بن خميس الوهيبي يقدم لنا الطامح على المركز الثاني، بينما في المركز الثالث أجد هناك جماهير على مستوى المركز الثالث لخلفان لخلف بن سالم بن خلفان بن راشد النايل الشامسي يتواجد مع المركز الثالث، بينما في المركز الرابع تتقدم هذه هي مزنة لعبيد بن راشد بن سالم وبرويس الكتبية. هكذا النتيجة والنداء للأربعة المراكز الأولى المنطلقة بناموس هذا الشوط. ولكن نعود للطامح اللي غيرت على الصدارة، غيرت على المركز الأول الوهيبي بن العبد بن خميس الوهيبي، أيضا شعار غادم من السلطنة، ولكن الوهيبي وصل كعتيبة ليقدم انطلاق الجماهير. في المركز الثاني خلب بن سالم بن خلفان بن راشد النايلي، الله يا سلام، المنافسات الأخيرة ما بين الطامح وجماهير جماهير غادمة بجماهيرها، المنافسات الأخيرة، السلام إلى وين؟ هل إلى مزيد أم إلى السلطنة؟ سلام الطامح، سلام، تهانينا للويهي بن العبد الخميس الوهيبي على فوز الطامح، بينما وصلت جماهير لخلب بن سالم بن خلفان بن راشد النايلي في المركز الثاني، بينما في المركز الثالث وصلت مناورة لعبد الله بن محمد بن يابر الحربي. هكذا النتيجة للثلاثة المراكز الأولى، ولكن عودتنا مع التوقيت الزمني لحظة وصول الطامح إلى خط النهاية بتوقيت زمني مقداره 2:14 لتهدي مالك الويهي بن العبد بن خميس الوهيبي هذا الفوز والانتصار. تهانينا للجميع.